بس يا سيدي، راح القيعي حاكي حكاية ممدوح عيد وأثبت طرده من النادي الأهلي وطقم ليه هزازي الرؤوس. تحياتي لكل إخواتي وأخواتي الأهلاوية في كل مكان، يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وفي أمان. عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي بيكشفوا قناع ممدوح عيد الزائف وسر كرهه وعداوته للنادي الأهلي وسبب تصعيده للمشكلة اللي حصلت ما بين حسين الشحات وما بين الشيبي لاعب نادي بيراميدز، وكمان بيرد بقوة على هزاز الرؤوس اللي مش عايزين يبصوا في ورقتهم واللي بيدلسوا وبيضللوا وبيزيفوا الحقائق على النادي الأهلي. وتساءل إبراهيم المنيسي للكابتن عدلي القيعي، قال له ليه ما يبصوش في ورقتهم؟ قال له لو بصوا في ورقتهم ماذا يتبقى لهم؟ لو هم بصوا في ورقتهم واتكلموا عن ناديهم كل الجماهير هتنفض من حولهم لان ما عندهمش محتوى يقدموه، فيخبطوا في النادي الاهلي، يقللوا من النادي الاهلي، يدلسوا عن النادي الاهلي علشان يحصلوا على مشاهدات. وقالوا على السر الخفي اللي خلى ممدوح عيد يعيد الكره من جديد، وبعد ما اللاعب اعتذر والموضوع هدي اتشعل المرة اخرى بتوجيهات من قناة نادي الزمالك اللي كانت بتنفخ في النار امبارح والنهاردة وبكرة، وهتفضل تنفخ في النار لمدة 10 15 20 30 يوم قدام. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف ابراهيم المنيسي وعادل القيعي مع احتفاظنا بالالقاب، وتعالوا لي مرة اخرى عشان في كلام مهم هيتقال، بس عشان خاطر ربنا اسمع الفيديو للاخر لأن آخر الفيديو فيه الخلاصة وأول الفيديو فيه كلام موجه بشكل ناري لهزاز الديول ورئيسهم المعزول. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو، بس ما تنساش أخويا حبيبي الأهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. أول مرة تشوفني، أول مرة تخش قناتي، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان ما فيش أي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم وقناة كل الأهلاوية الأهلاوية على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف عدلي القيعي وهو بيكشف قناع ممدوح عيد واسباب طرده من النادي الاهلي وكمان رسالته لهزاز الديول ورئيسهم المعزول، وتعالوا لي مره اخرى. يلا بينا. كل واحد يبص في ورقته. الجمله الحقيقه للصديق العزيز سيف زاهي، وانا ما اعرفش ازاي الناس بتطالب بيها وما بتطبقهاش، لانه يفترض انه قناه الاهلي من الطبيعي انها تكون مشغوله بالاهلي وبكل ما يخص النادي الاهلي، مناقشه احواله، مناقشه اوضاعه، الاحتفال ببطولاته، معالجه مشاكله، الدفاع عن حقوقه، كل ديت امر طبيعي جدا يكون ان ده الاختصاص المباشر لقناه الاهلي، ولهذا فعلت قناه الاهلي، ولهذا كانت النوافذ الاعلاميه والصحفيه الخاصه بالجماعات الفئويه، اذا كان حزب له برنامج فهو خاص بسياسه الحزب ولسان حال الحزب، اذا كانت قناه او صحيفه لنادي او قناه لنادي فهي لسان حاله، تتحدث باسمه، تتناول مشاكله، تعالج كل قضاياه وتدافع عن حقوقه. اعتقد ده الف باء صحافه والف باء اعلام بسيط جدا، لكن الحقيقه اذا كانت قناه الاهلي مشغوله بالاهلي فنادي الزمالك مشغوله ايضا بالاهلي، الاهلي بيلعب مع بيراميدز محدش بيبص في ورقته، كله بيبص في ورقه الاهلي. ما هي ده اللي انا قاعد كنت اقوله، الاهلي هي الورقه التي ينشغل بها الجميع. اه ما فيش حاجه تاني، يعني انت طلع ورقه الاهلي من قناه الزمالك ماذا يتبقى؟ يتبقى الاحداث الداخليه بتاع نادي الزمالك ورئيس النادي في مخاطباته لجمعيته العموميه. وده المفروض اللي هو لا، ودي احداث يعني عايز اقول ظرفيه مش مستمره على طول. يا ريت كل واحد يبص، انت مش بس بتبص في ورقتي، انت بتبص في ورقتي وتغشي غلط وتزور الكلام وتحرض وتقلب، وانا ما شفتش حاجه كده. بس لما يجي الموضوع اللي انت عايز تخصصه الفقره ده هقول لك ايه اللي اتقال في قناه الزمالك وايه اللي اتعمل بعد ما تم المصالحه، ماذا انقلب الموقف راسا على عقب، هتفهم على طول. يعني الاهلي بيلعب مع بيراميدز، وبيراميدز المنافس المباشر للاهلي هو الوصيف في المسابقه، تحدث اي اخطاء في الملعب مفهوم ان يتحدث عنها مسؤول بيراميدز، ومفهوم جدا انه مشكله تخص بيراميدز ويدافع عنها بيراميدز وانه يتكلموا عنها في القنوات العامه من الممكن. بس لو قناه الاهلي خصصت كل وقتها وكل مساحتها الزمنيه وكل برامجها لتداول مشكله بين الزمالك واي نادي اخر هتبقى قناه الاهلي غلطانه ومتجاوزه الخط الطبيعي بتاعها. لكن ايه فكره ان قناه الزمالك يعني على راي كل الناس بعد مباراه الاهلي وبيراميدز، الزمالك بيتمرن في السعوديه وعنده مشاركه في البطوله العربيه بنتمنى له كممثل للكره المصريه فيها التوفيق. مفيش كلمه سمعناها عن الفرق، يعني ما حدش فيهم يتكلم على سفر الفريق، على اوضاع البطوله، على قوه المنافسه، على الجماهير المصريه،
على الفرص المتاحه، على نظام التاهيل، على حاجات كتيره قوي في البطوله. بقول لكم مؤكد ان النادي الاهلي يتمنى لنادي الزمالك الشقيق الممثل المباشر للكره المصريه في البطوله كل التوفيق، لكن ايه فكره الحديث في اي مشاكل تخص مباراه طرفها الاهلي وخلاص؟ يا ريت الموضوع موضوع عليه يا استاذ ابراهيم. ده انت بعد ما انتشرت صوره حسين الشحات اعتذر وباس راس الشيبي والمفروض الموضوع خلص. الدعوه ضروره تقديم بلاغ الى النائب العام بدات من قناه نادي الزمالك. ده الشيبي لازم يروح يقدم بلاغ ويروح يشتكي للاتحاد المغربي يروح والمجلس الامن. لا يعني ده لا محكمه العدل قالوا كده. محكمه العدل انت 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 انت, انت متخيل ان ماتش بين الزمالك وبيراميد يوم النادي الاهلي يقول للعيب بيراميد يروح بلغ للنائب العام واعمل ويوم تتمسح لقطه المصالحه لتبدا سلسله من التصريحات في هذا الاتجاه؟ ولازم المغاربه انت هتناقش هذا الموضوع بالتفصيل. لازم المغاربه ما يسكتوش، وقبل كده لازم السودانيين ما يسكتوش، ويستضاف نادي الهلال ومسؤوله نادي الهلال عشان تحرر بيانات الاساءه والتطاول على النادي الاهلي. كل التفاصيل دي يا جماعه الكل تابعها والكل شافها والكل فاكر البيان اللي اصدرته اداره نادي الهلال، بما الاشقاء السودانيين نفسهم اتضايقوا من اللي حصل واتضايقوا من مضامين هذا البيان وما فيه من اساءه واتهام. كتب ايه؟ وكل الناس عارفه اتكتب امتى واتكتب فين واتكتب بخط مين وبفكر مين ومين الاملاك، ومحدش اتعرض. ولسه لغايه دلوقتي بنقول كل واحد يبص في ورقته، لكن كله بيبص في ورقه الاهلي مع الاعتذار للصديق العزيز سيف زياد. قواعد ماشي عليها، لا بيتجاوز عن خطا ولا يمكن يتهاون في عقاب اي واحد من لاعبيه او منتسبيه يصدر عنهم سلوك يخرج عن الاطار الرياضي العام. عشان كده كان هناك كلام كثير في قبل اعدامه. قبل ما تعدموا حسين الشحات على اللي حصل، حكموا هذا المناخ العام اللي سمح بانفلات كتير من اللعيبه. مؤكد انه صفعه الوجه خطيئه مش خطا، منهي عنها حتى في كل الشرائع والاعراف الاخلاقيه، ولا يمكن ابدا ان احنا ندافع عن خطا كائن من كان. لكن لو عايزين تجتثوا كل هذه الاغصان المضروبه المعطوبه، شوفوا الشجره مين زرعها، مين اللي سمح بشجره خبيثه في الارض الرياضيه تنمو بهذا الشكل، مين اللي سمح بالسلوكيات الرياضيه الخارجه والخارقه تتمدد وتنتشر في كل الملاحق. فين العداله؟ فين العداله الرياضيه بجد؟ كل الناس اللي بتتكلم على خطا، احنا اول من ادلنا هذا الخطا والكابتن سيد عبد الحفيظ بادر بالعقوبه قبل ما حد يتكلم خالص. بس مش ده خطا وليد المناخ العام؟ مش ده متكرر ومتجذر في ارض بتسمع كل الاساءات والخوض في الاعراض وانتهاك الحرمات والتجاوز ومحدش بيتكلم؟ للاسف حتى الساحه الاعلاميه نفسها لا تتصدى ابدا لاي شيء. لا حد بيلوم الناس، ولا حد بيعاقب، ولا حد بيتكلم على انه الامور بتصل الى الحدود الدنيا من التجاوزات. محدش بيتكلم، محدش بيتحاسب، وحتى الشكاوى اللي بتتقدم لا تمثل. طب انتوا عايزين العقل الجمعي بتاع اللعيبه وغير اللعيبه يترسخ جواها ايه؟ غير انه هناك من هم فوق القانون. ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه يا استاذ ابراهيم؟ لان الحقيقه احنا نبهنا من سنوات وحضرنا ان يصبح نموذج البطل هو النموذج المتجاوز، ها؟ اللي بياخد حقه بايده وبفتحه السجن وبالاساءه للاخرين دونه وهو امن ان مفيش حساب. وقلنا ان ده هيؤثر على منهج اخلاقي للاجيال القادمه. وبدا تنتقل هذه الظاهره، ظاهره ان انا يعني ودغدغ مشاعر هذا الاتجاه، فاجد لنفسي مكانا اعلاميا في هذا السوق الرائده. فاصبح كل من يكون جاهل بكراهيه نادي، بكراهيه لاعب، باكتزاع الحقيقه، باستخدام الفاظ مش في كره القدم، الهندسين والكذابين والمش عارف ايه والكفتجيه ده دي الفاظ تقال في تحليل عن مدربين. واصبح ان ده هو النموذج. وبعدين على طول كل القناه دلوقتي اثنين، ها؟ لازم نولع الدنيا. في واحد بيستخدم هذا المنهج يمثل الزمالك او كاره للاهلي، حتى يزيد عليه بقى انه مش بس الزمالك، لا ده كاره للاهلي، وجيب واحد قدامه اهلاوي، ها؟ عشان يرد. هو ده المشهد الاعلامي النهارده. فانت مش النهارده، من مده
انت ازاي يا استاذ ابراهيم محدش رايح فيه العمق زي ما انت بتقول؟ العمق انك انت الثقافه دي لو استشرت اخرتها ايه؟ اخرتها تبتدي تتنقل لجوه الملعب. انا بدافع عن سلوك اللعيبه المشين في مواجهه، طب انا بروح احتفل مع جمهوري وهو بيشتم ها المنافس، واتي بحركات منافيه للاخلاق اصبح اسطوره، ولما يرد عليه يدافع عنه فيتجاوز ويصفع ويرفع الحذاء ويصب، مش بس ناديه يصب المنافسين وناديه ورموزه، ولكن كله صالح لما يتكاتف ضد الاهلي. نيجي نشوف بقى في الاهلي، وكان القدر اراد ان احنا الرد العملي هي قيم الاهلي، هي قيم الاهلي. الاهلي بمجرد ما شعر ان في خطا كان العقاب الفوري، الاعتذار الفوري والعقاب الفوري، ولم ما خرجش من بره الملعب قبل ان يحاول ان يصاب ما يمكن تصويبه اخلاقيا. اما العقوبه نفسها ما حدش راح قدم التماس بتخفيف العقوبه، بالعكس صدر في نفس اليوم، ودي برضه ما حصلتش قبل كده، وتقبلها اللاعب وتقبلها الاهلي. ولكن الاهلي يتساءل اي عقوبه الاخرين؟ عشان انت دلوقتي طب اين النهارده طرفين، كل خطا في طرف ها معتدي وطرف معتدي عليه. التحقيق هيقول لك انت طب هو ده اعتدى ليه؟ هتكتشف زي ما هنكتشف دلوقتي، لا ده في تجاوز. اللاعب صوت وصوره طالع، يا رب نقدر نعترف في الفيديو ده، وهو على الارض وشتمني بمراتي وبامي، وصوره ثانيه هو بيصغر في جماهير الاهلي. طب انت كسبان مالك ومال جماهير الاهلي؟ وهنا عندما اتجه الى اللاعب وهذا خطا حدث ما حدث، احنا عايزين نفعل مبدا ثواب العقاب، بس على الجميع نوحد مره المعيار. استاذ ابراهيم نتحدث عن توحيد المعيار، ويجب ان يكون توحيد المعيار في اتجاه الجزاء مش التسامح. التسامح ده اخلاق، خلاص انا وانت صالحنا، ولكن المجتمع ياخد حقه. لكن بخلاف هذا فتقول في كل صغيره في القيم الاهلي ومبادئ الاهلي، الاهلي ما بيبالش على الخطا. عرفت حد غير الاهلي عمل التصرف قبل كده؟ قبل على فكره عقوبه ماليه كبيره، ولو عايزين نطلع اكبر من اللي اتقال في انا مش بناقش تفاصيل الواقع دلوقتي، على المناقشه عايزين نقول لكم الوقائع التي مرت، بالعكس ده من الاحتفاء بيها. نجيب لكم حلقه نخصصها لكم، سواء في التجاوزات في مواجهه الجماهير اللي اصبحت اخطر ما يكون. انت لا يمكن ده وصل ان في مدرب بيحتك باللعيبه عشان مش عاجبه طريقه لعبه، دون ان يعمل بان تصرفك ده ممكن يخلي اللعيبه دي تعمل معاك ايه؟ ويمر الامر بيتكلم على اذون مدرب الزمالك مع محمد عبد المنعم، ويمر الامر كده. فانت مش قال ان مدرب زي كده راح يحتك بلاعب؟ طب لو رد الفعل كان وحش ايه اللي هنعمله بقى؟ ما حدش لامه حد. يعني احنا عايزين استاذ ابراهيم يعني نضبط المناخ الرياضي، وحضرنا ان ده هيتفاقم وهيتصاعد وهيتفاقم وهيتصاعد. وصل الامر النهارده لعمليه تحريض عين عينك على شاشات المنافس. روح اعمل يا ابني بلاغ في النيابه، وروح السفاره، وروح للاتحاد، وروح لمحكمه العدل، وروح للاتحاد الدولي. هل هذا ممكن؟ هل هذا مسموح به؟ هل هذا شأنك؟ بصوا يا جماعه، يعني اقول لكم نموذج بسيط جدا على ده عشان تعرفوا انه المناخ العام نفسه هو اللي بيفرز كل البلاوي السوداء دي. لما حصل جواب مزور ضد الاهلي، يتهم الاهلي بالتجويع، والشركه الشركه الوطنيه الراعيه وهي قدمت رشوه الحكم، ويتزور خطاب منسوب للنادي الاهلي ومنسوب لهذه الشركه ويعترف الطرف اللي تلقى الخطاب في تونس، ويتم شحن الجماهير التونسيه في مباراه الترجي ضد الاهلي لحد ما حصل الايذاء وضرب هشام محمد لاعب الاهلي وجرحه بشكل خطير قبل المباراه، وده كان بفعل جواب مزور سافر من مصر واعترف البرنامج التونسي، قال لك معد الكابتن خالد الغزور وسماها بالاسم جنينه. ما هي الجنينه، تم تسميه الاسم. ايه اللي حصل؟ ما هي واتعرضت باسم الاهلي للخطر الحقيقي في تونس في مباراه كان ممكن تتلغي. حد اتحاسب؟ ما انا بقول لكم المناخ المسموم ده، شوفوا الطبخه المسمومه دي مين اللي بيعملها؟ قبل ما نحاسب الاتحاد على خطا احنا بنرفضه وبنقر اي عقوبه ضده، لكن شوفوها هي خطيئه بنت هذا المناخ. استاذ ابراهيم انت ذكرت وقعه، انا بس عايز اكمل على وذكرك بالامر ان الجريده مش بس راح تونس للاعلام التونسي، ده راح صوره منه لمجلس الشعب وقتها. كنت اتصور مجلس الشعب او اللجنه اللي راحت له
يبادر بالتحقيق ويقول لنا عمل ايه والنتيجه هل الجواب ده صحيح ولا في تزوير فرد. طيب انا هقول لكم على حاجه، من تونس نروح المغرب، هوريكم صوره انتشرت متفبركه المره دي للجامعه الملكيه المغربيه، منسومه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اللي هو الاتحاد المغربي. قال ايه الاتحاد المغربي او الجامعه الملكيه نسب اليها تصريح وانتشر في بعض هذه الصفحات النهارده، هتشوفوها دلوقتي مصور. يمكن تواصلت مع اصدقاء في المغرب قالوا لي ان الجامعه الملكيه تدخلت واحنا اكثر وعيا من الكلام ده. بصوا بقى اللي مكتوب، اولا حطوا اللوجو بتاع الجامعه الملكيه المغربيه بالمسمى بتاعها الفرنساوي والشعار، وحطوا يعني فبركوا حتى العلامه الزرقاء بتاعت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. قال لك تعلن الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم عن استيائها من الاحداث التي طالت مباراه الاهلي ونادي بيراميدز الذي يصفوا بقى ايه الفرق بين ديت وبين المصيبه بتاعت تونس. اساءه للشعب المغربي، الضرب في علاقه الشعب المصري بالشعب المغربي، علاقه الاهلي بالجماهير المغربيه. ايه علاقه لاعب بيلعب في الدوري المصري اخطا في حق لاعب مصري في مباراه في الدوري المصري؟ لا الاتحاد المغربي له علاقه والناس اكثر فهما ووعيا من الجهل بتاعكم ده، ولا يمكن يوصلوا للتصعيد بالكلام السخيف قوي ده. ما هو استنى يا حضرات، ان كل واحد هيفكر في جنسيه اللاعب ده عندما ينفع ده اللعيبه ده خرافه، لان بالمقابل ما احنا بقى نقول ان المغرب اهانت الشعب المصري ممثلا في جماهير الاهلي لما تقول لهم انتوا قد كده. اهو مثلا امبارح الشيبي ده سبب الازمه، هوريكم الصوره للراجل قال لجمهور الاهلي ان انتوا قد كده. ايه التقزيم والاشاره دي بالمناسبه اللي قدم فين الحساب على دي؟ شوف الصوره كده، الشيبي هو بيشاور ان الاهلي قد كده او جمهوره قد كده. ليه سبب انطلاق المشكله؟ سبب كل الازمه وسبب كل المشاكل بين اللاعب والجمهور. ده لاعب يخضع للقانون المصري ويخضع للائحه المسابقه المصريه. هو قبل كده لما لعيبه الزمالك مدوا ايديهم على علي معلول تونس انتفضت وزعلت، الاهلي قال للاخوه في تونس قطعوا الزمالك او روحوا اشتكوا للاتحاد الدولي. ايه بقى؟ ازاي الامور تصل بالفبركه لهذا الحد ويتم تبني مثل هذه المفاهيم في الاعلام المصري؟ ازاي يعني؟ ازاي يتم السكوت بجد على علاقه الجماهير مع بعضها وشعوب مع بعضها؟ ده بص يا استاذ ابراهيم، ده موضوع ممنهج مش بالصدفه. متكرر ممنهج مع المغرب مع السودان مع تونس، مع ممنهج ان يطلع لك في ثانيه جواب مزيف بهذا المنظر لدرجه ان رفضت في الخطاب وابراهيم عادل تبعني. واشمعنى الشيبي ده على طول بالمناسبه يا جماعه، الراجل ده مباراه بيراميدز والاسماعيلي استفز محمد حسن لاعب الاسماعيلي وبرده شتمه الى درجه ان محمد حسن قام ضربه برجله وخد طرد. هو غلط في المباراه ده اسلوبه، يعني واضح ان الاسلوب ان هو بيستفز المنافس. شتمني بمراتي يعني بدل تشتمني بمراتي وامي. طب فين بقى حق؟ طب احنا جبنا حق اللاعب محمد الشيبي من النادي ومن الاتحاد. أيوة. ومن حسين بالاعتذارات المتكرره كتاباته. أيوة. حق حسين. حسين ملوش حق، قول لي ليه؟ لانه خده بايده وهنا الخطا. يا حسين اهدرت حقك لانك لو ما عملتش كده كان باللقطه دي نقدر نعمل كتير جدا. او الاتحاد المصري. ولكن اذا كان حسين ها كان يعني اخطا بانه خد حقه بايده، لكن اين حق المجتمع؟ انت كاتحاد مصري فين حق؟ طب فين حق الجماهير؟ فين حق النادي الاهلي واللعيب بيصغروا بيصغر جماهير بيصغر النادي الاهلي بيصغر جماهيره؟ واشمعنى انت على طول منظر المشاكل؟ انت جايب منهج شكله ايه؟ انت جايب منهج شكله ايه؟ انت ليه مش بتحترم المناخ اللي طلع فيه؟ دي نقطه خطيره يا استاذ ابراهيم. اذا كانت ذهنيه اذا كان وراك حاجه يا ابني ده تعملها تبوظ لنا الدنيا. رامي ربيعه راح للحكم الرابع وقال له قبليها قال له اللاعب ده بيثير الجماهير. ايوه ما هو دي تصرفاته في كل الماتشات. ولما تبقوا على رايك لو هم دوروا او احنا دورنا يمكن نلاقي اللقطه بتاعت محمد حسن. ايوه الاسماعيلي وبيراميدز. فده راجل جايب منهج. يعني انا استفيد اللي قدامي بمباركه ايه بقى؟ رغم ان حسين اخطا فاعتذر. يعني اذا كان الخطا في قدر من الخطيئه وانا بتالم لصفع اي حد على وشه لانه ده سلوك غير اخلاقي، لكنه الاعتذار فضيله والخطا كان له مسببات. واحد اتشتم في والده ووالدته. طب انتوا عارفين انه مثلا هقول لك على حاجه، حسين الشحات اعتذر كتب ايه؟ كتب اعتذار تاني يعني بعد اللي انتوا شفتوه من اعتذار صريح وباس راسه وقال له انت حصل منك كذا كذا، والشيبي قال له
زوجتك وامك على راسي من فوق. رجع حسين من شويه كتب: بدايه اود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظه انفعال لم اتمكن من السيطره عليه نتيجه استفزازات لم اتحملها، وانها لم تكن الا رده فعل خاطئه. هو بيقر ان هي دي رده فعل غلط لغضبي حين سب اهل بيتي في لحظه تمالك مني فيها شيطان حينها، وانني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير. بيقول كمال حسين الشحات: لن ابحث عن مبررات، ولكني اجد نفسي مخطئا، وكل من يعرف طبيعتي يعرف انني لم اكن لاعبا عنيفا ابدا، ولا امتلك اي ضغينه لاحد، بل نتنافس جميعا بشرف. ولان الاعتذار من شيم الرجال، فانني اتقدم بالاعتذار للجميع، لاداره الاهلي والجهاز الفني وزملائي في الفريق وكل جماهير الاهلي والكره المصريه والمغربيه اشقائنا والعربيه جميعا عن رد فعل السيئه. اعتذر على ما بدر مني، فهي ليست من سلوكياتي، واريد ان اعبر عن احترامي لكل اشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافه في الدوري المصري. اعتذار بيقول انني اتقبل العقوبات التي صدرت ضدي، وانني اعدكم بان اقدم الافضل مع الفريق، والا يصدر مني اي شيء اخر يسوءكم مني مره اخرى. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاعمال، فانها لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها فلا يصرف عني سيئها الا انت. يمكن دي احسن حاجه حصلت في المشهد. اهم من العقوبات، اهم من انك تقعد تبحث عن الحقيقه، اهم من نجدين مشاهد ما قاله حسين الشحات بيبين انه صعب الدرس، بيبين قبوله اعترف بالخطا قابله العقوبه. اعتذر للجميع، اعتذر للجميع والراي العام والاشقاء، وحرص يعني بحس مسؤول على انه يعتذر للاشقاء، ويحرص على التعبير عن احترام الكل المحترفين، ويتعهد، وهذا اهم ما في الامر، انك انت تقع الغرض من التصدي للخطا قد اثمر بعدم تكرار هذا ابدا. هو ده اللي احنا عايزينه من اي مشهد سيء، ان نصل الى هذه النتيجه، ولو وصلنا لها يبقى خلاص حصل خطا، تجاوز، اعتذر، عوقب، كرر اعتذاره واعربها باعترافه بالخطا وانه مش هيعمل كده تاني. وهنا ياتي الرد بثمار ده من ناحيه حسين. في البدايه بيقول لك ده رد فعل خاطئ جدا مني ورد فعل سيء، لكن انا كان اسيء لاهل بيتي. فهنا يبان المبرر النفسي، المبرر النفسي، ولكنه غير مبرر مقنع ابدا انه حد يمتلك، لانه من الطبيعي انه لاعب اعتاد اساءه المنافس واخراجه عن سلوكه لانه اتكررت معاه من نفس اللاعب، وده لازم هو كمان يراجع نفسه. لازم يراجع نفسه، لاعب محترف. لاعب دعوه جنسيته. مليان هو مين؟ مش ده الموضوع، هو لاعب في فريق بيراميدز. ان انت تكررها مع لاعب الاسماعيلي وتتسبب في طرده، ثم تتكررها مع حسين الشحات فيتمالك، ثم يتم الاعتداء عليك في نهايه المباراه بالشكل اللي تم اللي احنا رفضناه، واول من رفضه حسين الشحات نفسه. لان هذا منهج. فانت عمال تصنيف الناس وتسمع من وجهه نظر واحده، ها؟ ازاي يا استاذ ممدوح تقول هذا الكلام؟ وهنصحح وهنعمل وهنروح وهنسوي ومبادئ الاهلي، والاهلي ما يرضاش، الاهلي ما رضيش وفرق خط. وانت كتبت هذا البيان وانت تعلم ان الاهلي عاقب لعيبه، وتعلم ان الاتحاد سوف يصدر قراره وقد اصدر قراره. ولكن ما تخلينيش اقول على السبب يا استاذ ممدوح، ما تخلينيش اقول على السبب يا استاذ ممدوح. انت دخلت النادي الاهلي وقلت انا راجل اهلاوي وخبير و و و، ولكن خليني هديك فرصه. على فكره هو البيان صحيح، ده صدر رسمي عن نادي بيراميدز، مع انه هو، لان هو دايما ورا كل مشكله هو. طب انا لازم اقولها بقى. استاذ ممدوح عيد اتى الينا انه خبير عمل في الارسنال، وجاء يعلمنا الكابتن حسن حمدي، عمل لنا اجتماع وانا كنت مدير اداره التسويق والاستثمار، وعلى ما قال في خبير مصري عايش في انجلترا هو خبير في الارسنال، تجربته عشان نستفيد منها. واللعيبه قلت له طب على ما يجي كده عايز اقول لك في برامج دلوقتي 1 2 3 4 كنا عايزين نبتدي نستفيد منها، برامج للمحترفين وتسعير اللعيبه وبارومتر ومش عارف ايه. واتى به احد اعضاء مجلس الاداره اصدقائه ودخل الراجل، فكابتن حسن قعد يبص فين يا جماعه خبير الاجانب، قالوا له، فابتدى يتكلم قال لهم انا اسمي ممدوح عيد وانا قاعد في انجلترا وانا كنت يعني لي علاقه بالارسنال، ما قالش انا بعمل لا ساعتها، وانا عايز اقول لكم ان في حاجه اسمها البارو. بالصدفه الشديده الكابتن سمع قال له على فكره عادل لسه قال الكلام ده كله، هو ده اللي انت جاي تجيبه لنا؟ على فكره عادل عامل الكلام ده كله.
بعد شوية فوجئت إن الخبير اللي جنب الأرسنال قبل أن يعمل إدارياً في قطاع الناشئين في النادي الأهلي، ولكني لم أكن أدري كيف تصرف إنجلترا لتعمل إدارياً في النادي الأهلي إلا لما حصلت المصيبة. إيه هي بقى؟ حروب أحمد حسن. الأستاذ ممدوح عيد خد لعيب النادي الأهلي أحمد حسن كوفة وهرب على البرتغال. وعندما اكتشف الكابتن حسن هذا مشاه مؤدب قرار بمنعه من دخول النادي الأهلي. ولكن يبدو أن هذا لم يكن تفاهم، كان ينبغي أن نشتكي للاتحاد الدولي أن ده قال كذا 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 وقال أنا عندي رخصة وأنا بعمل في المجال ده وخال اللعيب وهو في النادي الأهلي وخال الأمانة، وعشان يعمل عمولة من وراء لعيب صفره هرب هرب. وصدر القرار قبل تهريب بقية اللعيبة، والمجلس انه بقى معقول روحنا في قطر نلعب ماتش بايرن ميونخ اخر ماتش مانجوسيه واللي كان فيه جونيور الماتش بتاع 2-1 بتاع بركات اللي جابوا جول ماتش كبير ده، وكان هناك على نفس الطائره الفريق بتاعنا بتاع الناشئين رمضان صبحي وبيلعب في دوره دوليه، وكان ممدوح في على الطائره ونزل يتفرج على الماتشات دي عشان ياخد الوقت. ممدوحي له مصلحة دائما في تتعارض مع مصلحة النادي الأهلي ولا شعور سلبي تجاه النادي الأهلي. مش هنقبل في استمرار هذا الوضع، وما تستغلش مكانتك، لأن أثق تماما أن دي مش رؤية، حتى لو كان هناك منافسة بين الأهلي وبيراميد وأن هناك ربما أنت صدرت إيه لمجموعة الشمسي، قد يكون هناك سياء من الموقف اللي حصل ربما ولكن الناس بمجرد ما يتأقلوا من انك انت ده موقفك الثابت الممنهج مع نادي الاهلي هيكون في وقت. اظن الرسالة كده وضحت، واللعب بقى على المكشوف. طبعا وجه رسالة قوية ونارية لهزاز الديول ورئيسهم المعزول، والمحتوى المسف واللي كله تدليس وكله تضليل وكله تحريض وكله فتن على النادي الاهلي. تخيل يا فندم الدوله مديه مفتاح نادي الزمالك او قناه نادي الزمالك لشويه، ما بيعملوش حاجه في دنيتهم غير ان هم يقللوا من النادي الاهلي، يشتموا في النادي الاهلي، يعملوا فتن، يعملوا كل ده علشان يعني يعملوا حاله ورواج وي وي وي. طبعا من 10 ايام او من اسبوع من بعد مباراه القمه وكمان من بعد توقيع امام عاشور للنادي الاهلي، وهم عندهم حاله هوسه ولوسه وفي خناقات بينهم وبين جمهورهم، هم يشتموا جمهورهم وجمهورهم يشتمهم، فالموضوع ده خلاهم يوجهوا الجمهور لجهه اخرى وقبله اخرى يتكلموا فيها على النادي الاهلي وحسين الشحات والهزيمه ومش عارف ايه وقله الادب اللي حضراتكم عارفينها وحضراتكم بتشوفوها. ولكن الطمه الكبرى الموضوع الجديد بالنسبه لي اللي انا اول مره اعرفه، ان ممدوح عيد كان جاي على انه خبير وشغال في الارسنال وقبل بوظيفه قطاع ناشئين او مدير قطاع ناشئين او مدرب قطاع ناشئين في النادي الاهلي علشان يستغل هذا المنصب في تهريب لعيبه وهرب لاعب من النادي الاهلي، وكان بيأهل نفسه ان هو يهرب لعيبه اخرى، فقرر الكابتن حسن حمدي بان الشخص ده لا يتواجد في النادي الاهلي وتم طرده من النادي الاهلي عشان كده عنده غضاضه من النادي الاهلي، على الرغم ان المفروض اصلا الغضاضه تيجي من النادي الاهلي تجاهه بعد المبيقات اللي عملها تجاه اللاعبين ان هو خان الامانه وبيهرب اللاعبين. فاحنا عرفنا دلوقتي المحرض هي قناه نادي الزمالك اللي شعل الدنيا نار وخلى المواضيع تهيج وما يهدهاش هو ممدوح عيد، وعمال يطلع تصريحات اللاعب هيشتكي النيابه، اللاعب هيشتكي زي ما قالوا له في قناه نادي الزمالك بالامس. الغراب ماجد والواد ايهاب فرخه اسمه ايه؟ قال ايه الواد ميرو لما كان بيكلم ميدو اخوه؟ قال له ده الواد خالد فاكرين؟ انا مش فاكر ايوه بتاعتين المدورتين دول، هو قال كده. الافندي قاعد يقول لازم تشتكوا، لازم تعملوا، لازم مش عارف ايه، ده غير الخطابات المزوره بس من قديمه الكلام ده. التحريض والتضليل من قديمه، حتى ابراهيم المنيسي قال ده خالد الغندور، البرنامج بتاع خالد الغندور بعت خطاب مزور للاذاعه التونسيه والصحافه التونسيه ان النادي الاهلي قدم رشوه لمهدي عبيد ومش عارفين، والاسلوب الرخيص المتدني اللي حضراتكم عارفينه ده، غير بقى الاضافات اللي هي ايه بتبقى
مداخلات عباره عن رضا عبد العالي يدخل يقول لك انا لو مني من الحكم مني من المدرب كنت ضربت الحكم، والحكم ده مرتشي، الحكم ده مدلس، النادي الاهلي مش محتاج حد يساعده، عيب ومش عيب، واسلوب رخيص ومتدني. بس العيب بقى على قناه النادي الاهلي. قال لك ايه بقى؟ قال لك المساواه في الظلم عدل. لما انا اشوف كل القنوات بتسف وانا ابقى الوحيد اللي ماشي صح، معلش هبقى انا غلط، لازم اسف زيهم. ما هي القاعدة، ما ينفعش شز عن القاعدة. ما دام الإعلام بالشكل ده في مصر، يبقى احنا نشتغل نفس الإعلام اللي بيتواجد في قناة النادي الأهلي. هيجي أهلاوي دلوقتي يقول لي مش أخلاقنا، مش مبادئنا. لا، احنا مش هنخرج بعيد عن الأخلاق ولا بعيد عن المبادئ. لما يبقى في مباراة للنادي الزمالك فيها أخطاء تحكيمية، هات لي ثلاثة حكام كده قعدوا قدامك، وهات اللعبة مرة واثنين وثلاثة، واقعد ثلاث أيام اتكلم في الماتش ده. بس أنا مش عايز أخبار النادي الأهلي، مش عايز اي حاجه عن النادي الاهلي، انا عايزك تعمل معاهم زي ما هم بيعملوا معايا، زي ما هم بيخبطوا فيك وبيرزعوا فيك، انا عايزك تخبط فيهم وترزعهم وتجيبهم ارضا. ده اللي انا عايزه وجماهير النادي الاهلي عايزاه. مش معقوله يعني قناه نادي الزمالك تبقى شغاله للثلاثه الفجر، عماله تحرض وتعمل فتن وتقل ادبها، وانت بتشطب الساعه 9، ولما تيجي تتكلم تتكلم بالعقل والمنطق. وابراهيم المنيسي تتمنى لمين يفوز؟ ان شاء الله ما تخليناش نخرج عن شعورنا يا استاذ ابراهيم. ان شاء الله يتغلبوا من كل الفرق العربيه، وان شاء الله يطلعوا حصاله في البطوله العربيه، واي مباراه يدخلوا فيها يتغلبوا ان شاء الله. يعني انت بتشوف اعلام مضلل واعلام يعني زرع للفتن، وانت بتتمنى لهم الخير؟ لا معلش، احنا مش في المدينه الفاضله يا استاذ ابراهيم. الناس دي ما تستاهلش اي خير، ما تستاهلش اي احترام، ما تستاهلش اي تعاطف خالص. كونك ان انت قناة النادي الاهلي وبتحترم مبادئ النادي الاهلي وسياسة النادي الاهلي حاجة، وانك تقدم محتوى نفس اللي بيقدموه بس بطريقتك. ما انا ممكن دلوقتي اطلع اخبط في كريم ابو حسين وفي خالد الغندور دون ما فيش حد يمسك عليها غلط، مش هقول مصطلحات فيها اسفاف ولا مصطلحات يعاقب عليها القانون، بس هعرف اقدمه بطريقتي، كل واحد بطريقته. حضرتك يا استاذ ابراهيم وكابتن عادل القيعي لكم طريقة مهذبة، خطأ تحكيم تجيبه، لاعب يتجاوز تجيبه، وتتكلم فيه في الموضوع مرة واثنين وتزهق المشاهد من الموضوع. أنا عايزك تخلي المشاهد يمل منك، إيه رأيك بقى؟ هو ده اللي بيجيب مشاهدات، هو ده اللي بينجح القناة. إنما تتكلمي بالبدلة والكرافتة حضرتك وسيادتك مش عارف إيه، الكلام ده خلاص ما بقاش يجيب عيش، ما بقاش يأكل عيش، لأن الناس بتروح على المحتوى المسف. أدخل كده على الفيسبوك، على التيك توك، على كواي، على اليوتيوب، هتلاقي المحتوى الراقي المحترم المهذب ما بيجيبش مشاهدات. المحتوى اللي خارج عن النص والخارج عن النطاق الفكر والعرف هو ده اللي بيجيب المشاهدات. وانا مش معنى كده انا بقول لك تقدمه حاجه مسفه، ولكن لما بتلاقي مثلا مرتضى منصور يشتم فلان، بتلاقي كل الناس داخله تسمع بتشوفه بيشتم بيقول ايه. انا مش عايزك بقى تشتم، انا عايزك ترد عليه، ترد على مرتضى قول له تعالى انت قلت السنه كذا الساعه كذا كذا، هات له وقارن له بين ده وبين ده. خلي مرتضى يرد على مرتضى، خلي خالد الغندور يرد على خالد الغندور. هات الاحداث، هات ناس بتحلل تحكيم وتبين المبيخات اللي بتحصل في الدوري المصري ضد النادي الاهلي ولصالح نادي الزمالك. اعمل لي كده، انا مش عايز اكتر من كده. لكن موضوع ممدوح عيد ده كان مفاجاه بالنسبه لي، وده يعني اذا عرف السبب بطل العجب. خلاص احنا عرفنا هم صعدوا ليه وعملوا الموضوع ده ليه، بالاضافه لقناه الفتنه اللي شغاله ليل ونهار ونهار وليل على النادي الاهلي. حتى كانوا متعودين يبقى في برنامج واحد، لا دلوقتي ممكن يبقى في عده برامج بتتكلم في نفس السياق وبتخبط في النادي الاهلي واداره النادي الاهلي. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه ومليون. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.